عليكم دكتور، ياك الطالب انتظر علي عفات من قسم هندسة الميكانيك فرع الميكانيك العام الصباح. اليوم عندنا التمرين الثاني اللي يخص موضوع الاكسترود بيس والاكسترود كات، وهسه راح نبدي نرسم. طبعا بالبداية راح ابدي ارسم، اختار الفرونت بلين وابدي ارسم عليه، ارسم دائرة واحدد قطرها نابلات سمارت دايمنشن خلي 52. تمام، احدد نصف قطرها، عفوا قطرها اخلي 52. هسه اجي منا واسوي له فيتشرز واقول له اكستروديد بيس، واخلي الاكستروجن يكون 120 بحيث يكون سلندر، واقول له اوكي. تمام، هسه بعد ما رسم لي هاي السلندر، طبعا نغير الفيجوال ستايل خلي 3D، اجي اختار هذا الفيس، احول الفيو اليه، ابدي من اداه السكتش ارسم خط افقي لا على التعيين، اجي من ناس اداه سمارت دايمنشن حد المسافه منا لهنا واخلي مقدارها 8. اوكي، اجي من بدايه الارك حد المسافه منا لهنا، طبعا الارك ابو 3 بوينت هذا. اجي من نافذه الفيتشرز اقل اكسترودد كات، واقل منا هاي خلي يميله ب 30 درجه، واقل فليب سايد تو كات حتى يغير لنا الاتجاه باتجاه الاخر. هذا كل شيء اقول له هنا أنا. اوكي تمام، هسه ايش سوينا؟ سوينا الشكل هذا ما قل منه هذا. هسه نرجع على الفيو مالتنا وارسم ثلاث مستطيلات. اوكي، ارسم ثلاث مستطيلات، طبعا خليه اصبر لحظه. هسه تمام، هسه اجي هنا بدات سمارت دايمنشن احد المسافه منا لهنا خلي مقدارها 0. تمام، احدد هاي المسافه خلي مقدارها 20. طبعا هسه اجي اختار الميد بوينت لهنا، عفوا اختار الميد بوينت لهنا واختار هذا الميد بوينت وقل اسوي اياهم فيرتيكال. هسه احدد هاي المسافه وخلي مقدارها 18 حسب ما مذكور. تمام، الان اللي مطلوب من عندي، طبعا هذا جزء منه هذا المده شيء. تمام، الان اللي مطلوب من عندي اسوي اكسترودد كات. اكسترودد كات اخلي الدبث مالتها 22. تمام، واختار هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء واقول له اوكي. هسه راح يطبق لي اكسترودد كات. طبعا كملنا من هاي الجهه، نبدي هسه نحول الجانب الاخر واغير الفيو اله. تمام، هسه جينا نافذه سكتش وارسم منه خط افقي، خط عمودي، خط افقي، عفوا كنترول زي حاول عن اللاين، خط افقي عمودي افقي، نرسم ريكتانجل واقول له هنا فيتشرز اكسترودد كات، اختار هذا الجزء واختار هذا الجزء واخلي الدبث مال الكات 45 حتى هنا مذكور، احنا عفوا 45 واقول له اوكي. تمام، هسه الان عفوا كنترول زي اقول له منا فيتشرز اكسترودد كات خلي مقدارها 45 مو 450. اوكي، هذا الجزء وخلي الدبث مال كات 45 واقول له اوكي. بليت سكتش لاين من هنا. تمام، اسكيب، هسه جبنا فيتشرز اكسترودد كات، اختار هذا الجزء واختار هذا الجزء وخلي مقدارها 45 واقول له اوكي، قل انتر. تمام، هسه الان نحول على التوب فيو مالتنا، واجي هنا هسه ارسم سكتش دائرة. تمام، واحدد قطرها على ان يكون 12، حد المسافة منا لهنا وخلي مقدارها 12. بهالصورة تقريبا كملنا، بقى انه مجرد اسوي اكسترودد كات منها فيتشرز اكسترودد كات، واقول له منها ثرو اول، اقول له اوكي. كمل عند الرسم، مثلا نحاول من هنا
حتى تبين عندنا الهيدن لاينز. هذا الشكل عندنا اللي هو التمرين الثاني اللي يخص الاكسترود بوس والاكسترود كات. كان ياكم الطالب منتظر علي عفات من قسم هندسة الميكانيك فرع الميكانيك العام الصباحي، وشكرا.